بيقول ان هو وزوجته اطباء ويشتغلوا في بلد عربية ما فيهاش كنايس ولا خدمة الى اخر. يقول فما هي النصائح والتوجيهات التي يمكن ان تزودنا بها قداستكم، وهل نستمر ونستقر ونحن نعمل منذ سنتين الى اخر؟ هو في عدة اقتراحات. طبعا لو كنت اكتفيت من المال في هذه البلدة التي يوجد فيها كنائس تقدر ترجع، لسه محتاج للمال شوية ومش قادر نشوف نصايح تانية. ممكن بين الحين والاخر في بعض الاجازات تسافر الى اقرب بلد فيها كنائس وتتناول هناك الى اخر، ودي حاجة مش هتكلفك كتير يعني. على الاقل ان ما قدرتش لدي ولا دي ولا دي، احتفظ بصلواتك وحياتك الروحية انت وزوجتك واولادك في قراءاتكم المقدسة، في صلواتكم، في تراتلكم، في مزامركم، ويبقى في الاجازات تبقى تروح تتناول لغاية لما يجي عليك وقت وتزهق من الفلوس وتقول كفاية عليا كده اروح ادور على خلاص نفسي. واحد تاني بيقول انا راجل عمري 61 سنة وطول حياتي لم ادفع العشور ولا البكور ولا اي نوع من النذور، وانا راجل فقير مع العلم يا سيدنا اني في بداية حياتي كنت بصرف على اولادي في المدارس الخاصة وكان ذلك على حساب المنزل والحياة. وطالب من قدسكم ان ترشدني، لان كل ما اسمعك تتكلم وتشدد على العشور والبكور والنذور واحس ان خاطي في حق ربنا من هذه الناحية، مع العلم بانني في هذا الوقت لم املك اي شيء ومعاشي بسيط لا يكفي المعيشة، وكنت زمان بدفع تبرعات للكنائس على فترات. شوف عايز اقول لك حاجة، ثلاث نقط. اول نقطة ربنا لا يكلفك فوق ما تطيق اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. عارف لما تدفع قروش بسيطة من احتياجك ومن اعوازك زي فلسي الارملة ربنا هيقبلهم زي اصحاب الاموال الكبيرة اللي بيدفعوا. دي نقطة، يكون عندك العطاء بأي طريقة بأقل كمية ممكنة وربنا مش يطلبك بأزيد من كده. نمرة اتنين، مادام استيقظت دلوقتي لمعرفة العشور والبكور والنذور، حساب الماضي ده كل ما تكون مخلص في الحاضر ربنا مستعد يغفر لك الماضي، وكل ما انت تكون امين في دفع العشور والبكور حاليا دلوقتي كل ما ربنا يديك رزق زيادة علشان تدفع. ان ما قدرتش اللي تقدر عليه هقول لك ايه،
ربنا لا يطالبك فوق اللي تقدر عليه. يعني الواحد لما يسلك في الحاضر كويس يبقى سداد الماضي ده يجي على مستقبل الوقت مش وقت دلوقتي، لكن اللي تقدر عليه اعمله.